بلا شوي يعني ايه من ناحيه حته بيقول لك ينفع مفتاح زي ده بس يكون برضك 17 وريه ماسوره زي دي بس يكون 17 ياد قول له مفتاح عادي 17 بيقول لك مفيش غير كبير وريه كبير قد ايه يعني قد دي طولها هو بيقول لك دي مفتاح قول له مفتاح عادي هيفك بيه صموله ايوه مفتاح هيفك بيه صموله بتاعت الاسبراتير كل يوم الكهرباء مش واصلة للعربية الصغيرة دي كهرباء الأبلاتين نادع بالظبط عايز يتغير معايا انا واحد تاني قلت اغيره لو ما عرفتش اعمل اشوف الراجل اللي في الشارع ده لو جينا نحرك العربية اعمله تراب مش عارف احركها يا مش دايرة جيت النهاردة ادورها بضعيف الدوارة جيت النهاردة ادورها ما عرفتش لقيت الكهرباء مش واصلة فرصة بعمومة انا قلت افك الاسبراتير وكان محمد طول بكره هو اللي مركبني ما هو قسم الميكانيك يركبني هو الابلاتين يظبطه يعني بس يعني كله بخاف لا التقسيمه تختلف التقسيمه دي بيضطر بقى هو يحط مش عارف زي الفرق كده ويظبط بس ما اعرفش في النظام عامل استعداد للهروب شط كتابين اللي رميت عليك صح؟ علي انا؟ لا ما جاليش هاني
هو العظم ده برضك يوجعه؟ مش عارف. هو ديله بيبقى فيه عظم؟ مش عارف. هو كده شبع صح؟ تقريبا. طب احطه بقى بره؟ لا لا بره ما بره لا عشان السلة. بزوي خليك خد يا مفاسة فصراح يشرب اهي. شفت عايز كمية كبيرة.